بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم حبيباتي في قناتكم أم لاغا في المهجر. حبيباتي اليوم راح نشوفوا هذه القدرة اليوم تاع الدجاج بالبسباس. درت أنا القليل تاع البطاطا والجزر وكذلك الجلبانة، تقدروا تقولوا جاردينيير. نشوفوا المقادير وكيفية التحضير مع بعض. أنا عندي الخضرة كما قلت لكم، بطاطا، زروتية، بصلة، البسباس. فوالا، نقيت كامل الخضره تاعي، نشلها ونحطها على جنب، ونقطع البسباس تاعي كون نصحبها على ثلاثه، ونحي هذه القشره الفوقانيه بيان سور. فوالا، صراحه انا هذا كما نقولوا حنا هذا الجواز هذا يجي بنين بزاف، وقته وقت البسباس، وقت البسباس وقت الخرشف، يعني ويجو بنان بزاف. والله انا عندي جلبانه كانت في الكونجيلاتور. هنا البصل تاعي يعني قطعته هاد القطع صغيره، وكذلك عندي نصف صدر الدجاج نقطعو على حساب افراد الاسره تاعي. في القدر دير كميه تاع الزيت، ونحط كذلك قطع تاع الدجاج يتشحروا شويه، ما نطولش عليهم، نعرفوا البلون دو بولي يعني يطها تمتم. نضيف عليها كميه تاع الملح والخرقوم، يعني كذلك الخرقوم عنده فوائد عظيمه. يعني ندير البصل، نخليه يتشحر شويه، نجيب سكنجبير طري. انا نفضل دائما نخدم ولا نطيب السكنجبير طري، يعني تقدري تعوضيه بسكنجبير اون بودغ عادي، شنو هذا يوقع صحي. الو، نزيد نربي قطعه صغيره اخرى تاع سكنجبير. خليتهم شويه حتى البصله طلقت الماء تاعها، ونضيف هنايا سنينه كبيره تاع الثوم، كذلك هي ربيتها. درتها في الاول باش ما تحرقليش. نقلب كامل القطع تاع البولي تاعي، ونمرق بالماء سخون عادي كما نعرفه كامل. فوالا، درت الكميه تاع لي باش طيب كامل الخضره تاعي. نحط لهنايا البسباس والجزر، نخليهم حتى 4 دقائق ولا، ونضيف عليهم من بعد نعاود نفتح القدر تاعي، ونضيف الجلبانه والبطاطا. بس كل بطاطا انا كنت قطعتها صغيره، كانت عندي بطاطا صغيره، نعرفوا بطاطا طيب بالخف، دونك مع اللي هي صغيره. الو، خليت هادو حتى 4 دقائق ولا باش نضيف البطاطا والجلبانه كذلك. انا محتاج الجلبانه، عندي ديك الجلبانه الصغيره صغيره ديجا كانت سورجولي، دونك فوالا. نجيب حامض مصير كما نقولوا مرقد سيترون كونفي، نقسمو على هاد الشكل هدايا، نحي اللب تاع الداخل ونضيفو، يعطي واحد النكهة رائعة يعني صراحة، يعني ذوقو ما شاء الله. بعد نشوفو كيفية تحضيرو في المنزل ان شاء الله. هنايا كما قلت لكم، عاود فتحت القدر وضفت البطاطا تاعي، وضفت الجلبانة، ونزيد نضيف السيترون كونفي، ونغلق، نخليهم حوالي 12 دقيقة على نار هادئة، ونعاود نفتح ونشوفوا مع بعض القدر تاعنا. فوالا،
فوالا هو معايا طابو بالخف، يعني ما داوش ميم با 12 دقيقة، 10 دقائق بقات فيهم شوية مريقة بيان سور. نشوفوه في صحن التقديم وهذا هو. نتمنى وصفة اليوم تكون نالت اعجابكم، واذا نالت اعجابكم اخواتي الكرام ما تنسوش ديروا جيم والاشتراك في القناة اللي ما كنتوش مشتركين وتفعيل الجرس باش يلحقكم هكذا كل جديد وبارطاج.